شباب سكروا الباب. شباب سكروا الباب. سلطان نايف عنده سؤال يا ابو نايف. سلطان سلطان بهاج 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 سلطان بهاج بهاج سلطان ارجع. طيب ارجع يا سلطان. تعال 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 دقيقة شباب. مالك مالكم حق. ارجع 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 خلاص انا بحكي انا بحله والله والله انت ارجع انت وياه ارجع 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 شباب 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 خلاص ارجع ارجع طيب ارجع ارجع انت وياه لا لا ارجع ارجع انت وياه ارجعوا شباب ارجع انت وياه فكر يا خلاص فكر فكر سلطان سلطان بهاج يا سلطان تامر تامر لا لا اسكت سلطان ولا كلمة ما اسمع منك شيء ما اسمع منك شيء خليك خليك هنا خليك هنا خليك هنا خليك هنا خليك هنا روحوا ارجعوا لا يا اخوي خلاص سلطان شباب شباب ارجع ارجع شويه ارجع خلاص ارجع 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 تب ولا كلمة كلكم ارجعوا سلطان بسام بسام ارجعوا شباب 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 سلطان شباب سلطان شباب سلطان خلاص توكل على الله ارجع شباب ارجع شباب يا مسلم ارجع شباب ارجع والله انت ارجع والله انت سلطان ارجع. سلطان والله انت ارجع سلطان طب دقيقه اهدى اهدى ارجع يا سلطان اهدى اهدى, اهدى. شباب شباب كلكم بالصاله شباب لو سمحتوا شباب شباب والله لا الغي الفقره والله لا الغي الفقره يا شباب تفضلوا تفضلوا يا شباب ارجع طيب ارجع تفضل يا شباب ارجع طيب ارجع ايش عندك سلطان زين زين بقول بقول حماده ارجع احمد احمد ارجع حماده ارجعهم حماده اهدى مالك دخل اهدى ارجع حماده حماده اهدى مالكم دخل اهدى مالكم دخل شباب شباب سلطان دقيقه شباب 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 هذا اخر تنبيه والله لا الغي الفقره والله لا الغي الفقره تماما نايف الحزيمي تفضل بهاج تفضل يا حبيبي خلاص تفضل يا شباب ارجع يا ولد عبد الله شهراني ارجع تفضل يا حبيبي ارجع تفضل يا شباب ايش عندك سلطان هي معها بلعب احترمك سلطان احترم البرنامج ولا عمري كلجت على اي فقره ولا اعترضت اما يخصم علي ولا والله لا اجيب بناته انا واشيله لين يدخل سلطان ما احترامي الكامل سلطان سلطان تعال عندي هنا ما اقدر تعال عندي مالك كلمه مالك يا بهاج مالك يا احمد الحيم انا اتفاهم معه انا اتفاهم معه خلاص يا رجال مسعود خلاص تفضلوا داخل يا شباب سلطان القرار اولا واخيرا اسمعني القرار اولا واخيرا ما كان يحق لك حق ابدا في انك أدري. تطلع من الفقره وتجي على عيني وعلى رأس. نهائيا على عيني وعلى القرار اولا واخيرا عند حماده طيب صل على النبي حماده هو اللي يقرر صل على النبي لكن فكره انك تطلع وتدق على صدرك وانا اضحي بنقاط لا مو انا اضحي انا اضحي لو على مدري وش ما هو مقبول والله يا بنات طيب دقيقه طيب دقيقه حماده تقبل تخصم عليه عندي يرجع سم سلطان ارجع والله انت ارجع والله انت ارجع والله انت ارجع ابو نايف انا احترم البرنامج فقراته ولا عمري خالفت له على نفسي الا اليوم والله انت تتم ان شاء الله نقابله انخصم ونجبته هنا مره طيب واتحمل كل شيء شوف يا حبيبي اليوم. شوف ما في مشكله الشخص بامكانه ترى يخالف ولكن اذا خالف يتحمل كل النتائج كامله من وراء انا متحمل طيب ما في مشكله ولا جيت هنا حماده حماده الرجل قدامك اهدى سلطان اهدى اهدى يا حبيبي حمادة الرجال يبي يفتيك بنقاطه قدامك وهو يسمع قل له يرجع مالك قل له يرجع قل له يرجع ابو نايف يسمع يرجع يسمعك الرجال تفضل حمادة ارجع يا سلطان ارجع خلاص يا اخوي انا اعوضها طالبك طالبه انت ارجع انا طالبك طالبه بوجه الله انت ارجع ارجع وجه الله عزيز ابو نايف يخصم ولا فتحت الباب لا لا ما في سالفه فتح باب يا سلطان 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 احنا ما احنا بالشارع بقول لك هي مسابقه بالنهايه بعلمك هي مسابقه بالنهايه ما في مشكله ما في مشكله ما في مشكله بالنهايه هو صاحب القرار هو اللي يتخذ قراره علي 3000 خل طيب حط الرجال انا اعوضه بفقراتي شوف يا حماده هي مداهمه للفقره الان وكسر قوانينه هو يتحمل نتيجتها كامله من وإلى وفي خصم بيتحمل انا اتحمل ما في خصمه ما في كلام ما مقدم مقابله البنات على حساب اخوياي هدو يرجع ارجع ارجع المسبح المسبح حماده ابو نايف خلي شباب خل سلطان سكر الباب لو سمحت مالك لو سمحت مسعود مسعود ارجع لو سمحت انا عارف اتفاهم معه انا عارف اتفاهم معه مسعود استريح يا مسعود تفضل يا حبيبي لو سمحت لو سمحت تفضل مسعود مسعود ارجع يا مسعود مسعود ارجع يا حبيبي ابو نايف مسعود قدرك فوق راسي قدرك فوق راسي قدرك فوق راسي يسمع قسما بالله ولد
قسما بالله انا اخر ما بيني وبينك انا ارجع 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 يا بناي ارجع لا 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 طيب ارجع ارجع لا 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 سلطان 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 تعال هنا تعال هنا تعال هنا سلطان تفضل يا سعود تفضل سعود تحمل المسؤوليه كامله سعود ارجع ارجع علي الطلاق الدرجه علي الطلاق الدرجه تفضل يا حبيبي ارجع خلاص تفضل يا حبيبي ما هي مشكله ما هي مشكله انتهى انتهى سلطان انتهى انتهى سلطان تفضل يا حبيبي سلطان حبيبي ابو سالم خلاص انا شفت حماده قول لا اله الا الله حبيبي شوف ارجوك يا ابو نقاط المسابقه يبي يتحملها سلطان لا اسمعني اسمعني الخصم تم انا تم الخصم بما انه خلني اكمل كلامي يا حماده خلني اكمل كلامي بما انه هو داهم الفقره وجلس يقول يتحمل مسؤوليه كامله من الى فهو يتحمل المسؤوليه خلاص هذه ما راح تعدي نهائيا النقاط عددها 5000 نقطه نقاط الفديه 5000 نقطه هي خصمت من سلطان تواجهت اهلا وسهلا ما تواجهت فهي مخصومه مخصومه انتهت انخصمت منتهي الموضوع انتهت هي خصمت وانتهى الموضوع انتهت شلت وحملت يا ابو نايف يا سلطان سلطان يا اخي خربت القايه نزلت يا اخي خربت علي يا اخوي سلطان شلت وحملت ولا كلمه شلت شلت وحملت تم الخصم ولا كلمه تفضل يا حبيبي تفضل خلاص ولا كلمه تفضل خلاص تفضل ابو نايف ابو نايف تفضل يا حماده سلطان مو عن طريق اختياري مو عن طريق اختيارك هو تحمل المسؤوليه كامله هو ضحى بنفسه في هالمسابقه هي مسابقه بالنهايه فتفضل يا حماده والله يحييكم